السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أول رد أمريكي على توجيهات سعودية بخفض التصعيد مع الحوثيين. وإلى التفاصيل. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء مجددا على خط المفاوضات اليمنية السعودية ما يهدد بنسفها. ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن إجراءات البنك المركزي في عدن ضد صنعاء ضمن خطة أمريكية لوقف هجمات ما وصفتهم للحوثيين في البحر الأحمر. وتأتي التصريحات الأمريكية غداة تقارير عن توجيهات سعودية للحكومة التابعة لها في عدن بوقف إجراءات التصعيد الاقتصادي وإلغاء قرارات سابقة تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة بوساطة عمانية. وتوقيت التصريحات وفق خبراء بمثابة رسالة أمريكية برفض الخطوة السعودية الجديدة للسير بالاتفاق مع صنعاء، وهو ما يهدد التحركات الحالية عبر الصين لإخراج المملكة من مستنقع الحرب على اليمن. وتلعب الولايات المتحدة منذ أشهر دورا تخريبيا في ملف المفاوضات اليمنية السعودية، حيث تربط التقدم فيها بوقف العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.